وين ما رحنا سمعنا الحديث عن المرأة وحقوقها، وكان اللي قالوا أن حقوقها في العصور السابقة كانت مسلوبة ومضطهدة، ولكن ناحية تامن غصت عرفت فيها المرأة مكانة واحترام كبير. المرأة اللي معروفة هي كذلك بتحدياتها وشجاعتها، نلقاوها في الرعي إذا كانت من الرحالة، ومعروف عليها أنها تلعب دور الرجل إذا كان زوجها غايب على الأسرة، وعندها عامل كبير في الحفاظ على التقاليد المحلية، وتعتبر كذلك مدرسة لأولادها. المرأة في ناحية تمنغست معروفة بآلات موسيقية خاصة بها، مثل آلة الإمزاد اللي هي محرمة على الرجال، ويقولوا أن الراجل إذا لمسه راح يلحق به ضرر كبير ليه ولعائلته وحتى القبيلة نتاعو. الإمزاد اللي نلقاوه حاضر في كثير من المناسبات والأفراح، والعزف عليه يكون مصحوب بشعر من رجال الأهجار اللي يسموه TCY اللي يحكي فيه الراجل على تقاليد وعادات المنطقة. هذا العزف والشعر يكون كذلك مصحوب بالتصفيق والطبل من طرف النساء الحاضرات. وبلا ما ننساو كذلك التيندي، الآلة اللي نوجدوها في شكل مهراز، حيث يتقابلوا زوج نساء في جمع من النسوان ويدقوا عليه والرجال يطوفوا عليهم بالجمال. أكثر شخصية نسائية معروفة في عصرنا اليوم هي تنهينان، المدفونة في منطقة أبلسة، علما أن مولدها ما راهش في منطقة الأهجار بل في منطقة تافيلالت في المغرب الأقصى، ولكن نقدر نقول أنه ولا واحد منا يعرف امرأة بنت الأهجار وماتت في الأهجار اسمها داسين ولت أيهما، ولا كما يحبوا يسموها أهل الأهجار داسين ولت أطبل، وأطبل معناه بلغة التماهق الأميرة. هذه الشاعرة اللي تولت تقاليد وعادات ناحية الأهجار، حيث كانت من خيرة ما أنجبت المنطقة، وكانت معروفة بجمالها، وبلا ما ننسوا أنها بنت حسب ونسب. بعد ما رفضت ولد عمتها المعروف باسم موسى أغ أميستان، اختارت زوج لها من ناحية ما راهي من منطقتها، الزواج اللي عرضوه شباب الأهجار في البداية، ولكنهم خضعوا للأمر الواقع في نهاية القصة بعد ما تدخل خوها. وبلا ما ننسوا أن داسين أعطت قيمة كبيرة للإمزاد وكان رفيقها الدائم في حياتها، وعلى هذا لحقت قالت عليه أن الإمزاد هو أخوها اللي ما ولدتوش إماها. توفت داسين عام 1933 وتركت من وراها تاريخ اللي لازم نحافظوا عليه وننقلوه للأجيال القادمة. بعد الحديث مطول على نساء الأهجار، راح نتحدثوا في الحلقة القادمة على رجال الأهجار ولا كما يسموهم الإيموهاف.